طبيعية هذه مولانا، جدا طبيعية أنه الأفكار تطرح، وينبغي على الإنسان أن تكون له سعة صدر مولانا ورحابة صدر أن يتحمل الآخر فيرد عليه، مو يتعامل كتعامل الجهلة وتعامل المرضى كما تعاملوا مع برنامجنا في مطارحات في العقيدة مولانا. وأنتم صادقين مولانا، هذه الذي قلناه ماذا أجيبوا عليهم مولانا؟ وبحمد الله تعالى أنا عندما قطع البرنامج واقعا أحسست براحة بال، لأنه ثبت لكل الملايين اللي كانوا تابعون البرنامج أنه يوجد جواب للسيد الحيدري أو لا يوجد جواب. لا يوجد جواب، وإلا لو أكو جواب كان طلبوا من الكوثر أنه يابا كما سمحتم للسيد الحيدري أن يتكلم، اسمحونا لنا أن نتكلم ماذا فيما يجيب، أو القنوات الأخرى المرتبطة بمرجعيات نجف وغير النجف مولانا، عندهم فضائيات مولانا عشرات الفضائيات، وكان بإمكانهم أمة يعني يستعينون بعلماء النجف وعلماء قم مولانا ويردوا على ما ذكرناه. ولكنه عندما عجزوا، عجز الجاهل، عجز الذي لا حيلة له، ماذا فعلوا مولانا؟ فعلوا لإيقاف البرنامج. وهذا منطق الحياة أعزائي، لا يتبادر إلى ذهنكم، هذا منطق الحياة. عندما لم يستطيعوا أن يقفوا أمام منطق أبي ذر في عصر الخليفة الثالث، ماذا فعلوا بأبي ذر مولانا؟ ها؟ نبذوه، إقصايا قصد. هذا منطق الجهل، هذا منطق العجز، هذا منطقه، وهو أنه أنت أبو ذر دا يشكل عليك، أجبه مولانا. والحمد لله توجد حول في الحاشية من العلماء، علماء السلطان وعلماء الملوك وعلماء موجودين في كل مكان، هذا وتطهم فلوس فضائيات عندهم، خلي يتكلم. ليش تنفوه؟ ما الدليل على نفيه؟ الدليل نفيه دليل على ماذا؟ على عجزكم وجهلكم في ذلك. علينا مجتهدا يصيب ويخطئ، مجتهد يصيب ويخطئ، نفس هذه المأساة واقعا وهذه الخسارة التي وقعت عندنا وقعت أيضا في النجف أعزائي، عندما أصر بعض تلامذة أستاذنا السيد الخوي على تعطيل درس التفسير مولانا. السيد الخوي تعلمون أنه بدأ درس التفسير في الحوزة، البيان في تفسير القرآن الجزء الأول طلع مولانا، وكان البناء أن السيد الخوي يستمر ماذا ويقدم دورة تفسيرية. هسه الحواشي مولانا وإلى قالوا لا أبدا ماكو مصلحة، إذا تريد أن تكون مرجعا فإذا قيل عنه مفسر بعد تصير مرجع، لو ما تصير ما تصير مرجع. وبينكم وبين الله، إحنا كان عندنا تفسير الميزان، لو كان مسموح لسيد الخوئي قدس الله نفسه، لو كان مسموح له كما عندنا تفسير قائم على أسس فلسفية وعرفانية وما أدري إلى آخره، كان يكتب لنا تفسيرا فقيه من الطبقة الأولى ماذا من فقهاء الإمام، كنا نعرف بأنه بينه وبين الله الفقيه كيف يفسر القرآن. ها كانت ثروة وليست ثروة أعزائي، نعم ثروة، ولكنه حرم منها، حرمت منها المدرسة. لماذا حرمت؟ لضيق أفق البعض أنه لا 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 بد لا نقترب من فلان أو فلان.